البلانت كانت، واحنا عارفين الموديل على فكره هون تبع البلانت، عندي 5 اس زائد 5 1 على اس زائد 1. هلا اليوزر ريكويرمنتس، هي بعدين عندي يوزر ريكويرمنتس، اذكر نفسها بالسيستم داينامكس في عندنا يوزر ريكويرمنتس كمان. هلا اليوزر ريكويرمنتس عاده راح يكون فيها تي ار، وممكن يكون فيها تي بي فيرست تايم تو بي، وممكن يكون فيها سيتلينج تايم. ونفترض ان السيتلينج تايم هو 5 تايم كونستانتس مثلا. وعندنا ستيدي ستيت ايرور، قديش نسبة ستيدي ستيت ايرور؟ مش هاي كلها. وكمان ممكن يكون عندي او احتمال كبير يكون عندنا الام بي. هلا انا ما راح اركز عليهم كلهم لانه ما مش راح نقدر نحل مثال فيهم كلهم، انا راح اركز على هذول الثنتين. راح افترض اليوزر اعطاك ريكوايرمنت للرايز تايم واعطاك ريكوايرمنت للاوفر شوت. هذول بالعاده هذول مهمين شيخ، هذول تقريبا مهمين. هلا ستيدي ستيت ايرور عاده كانت تحله بشغله اي مثلا، او تحط لي لاك كومبنسيتر. اذا حطيت لاك كومبنسيتر بامكانك تعالج ستيدي ستيت ايرور منفصل، بس احنا راح نصمم ليد كومبنسيتر لهذا السيستم بحيث انه يحقق المطلوب اللي هو تي ار وام بي. هلا انا حاططهم هون 200 ملي سكندز، يعني معطيني اليوزر بده 200 ملي سكند رايز تايم، والاوفر شوت ما يزيد. طبعا الاوفر شوت هو ليس ذان اور ايكوال، ها ليس ذان اور ايكوال 16%. 16% يعني ما بدنا الفاينل فاليو يوصل اكثر من 116%، ها لما نقول 16%. وبدنا الرايز تايم، طبعا السيستم بدل ما زدت هلا هو في البدايه السيستم ايش؟ اندر دامت ولا اوفر دامت؟ في البدايه اوفر دامت مش هيك؟ ففيش عندي تعريف الرايز تايم بالتعريف التقليدي، تعريفه بالتعريف التقليدي شو راح يكون؟ يعني اذا السيستم فور اوفر دامت سيستمز تعريف الرايز تايم هو من 10% الى 90%، مظبوط؟ لكن في الاندر دام سيستمز اندر دام سيستمز راح يكون من زيرو لحد ما يوصل الفاينل فاليو. اول مره بقطع الفاينل فاليو بكون هذا هو الرايز تايم. اوكي، هذا تعريف الرايز تايم. اوكي، ايش مش شغاله؟ إذا عندنا هون هي عندي اليوزر أعطاني هذول التو ريكوايرمنتس معه. خلينا نطلع على الروت لوكس. لو جينا طلعنا على الروت لوكس للسيستم، خليني أرسمه هون وراح أحاول أرسمه بنفس المربعات اللي موجودة عندنا هناك. فخلينا ناخذ أو حتى خلينا نرسم وناخذ مساحة أكبر عشان نقدر نشتغل عليها. راح أخذ هاي المساحة هيك، راح أخذ مربعين لكل راديان بير سكند، فكل راديان بير سكند راح أخذ مربعين. فعندي هاي راح تكون 1، هاي 2 راديان بير سكند، 3 راديان بير سكند، 4 راديان بير سكند، هاي 5 راديان بير سكند. هذا الريل اكسس. اوكي، وهلا بدينا احنا في البولز. راح يبدا البولز معي، راح يبدا عندي بول اوبن لوب بولز، راح يبدا بول هون وبول. هلا لو استعملت انا بي كنترولر راح يتحرك معي الخطين هذول، راح يتحركوا بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه لحد ما يوصل عندي النقطتين هذول، راح يصيروا كريتيكلي دام. وبعدين راح يطلع معي هذا الخط بهذا الشكل من هون، وراح يطلع معي هذا الخط بهذا الشكل من هون. اوكي، وهلا هون راح نيجي نشوف. هلا احنا بدنا نحول هذول الريكوايرمنتس تي ار وزيتا، بدنا نحولهم لنقطه ديزايرد. في نقطه ديزايرد بدنا الروت لوكس يمر فيها مش هيك حتى تتحقق. خلينا نذكر حالنا، هلا نذكر حالنا بالاوفر شوت. هلا عندي ام بي بيرسنت بده يساوي اكسبوننشال، تذكروا معي الفورمولا، لازم ماينس زيتا باي على 1 ماينس زيتا سكوير، مظبوط؟ هذه عندي هون. وعندنا الرايز تايم راح يساوي باي ماينس بيتا على اوميجا. اوكي، هلا راح نشوف هذول. نشوف هلا عندي انا بامكاني مباشر ايش اعمل؟ بامكاني اطلع، انا عندي الرايز تايم مظبوط اوميجا دي، واوميجا دي راح اطلعها لانه بيتا راح تجيني من زيتا، وزيتا موجوده عندي. خلينا اول شيء نحول هاي. هلا هذه عندي 16% 16% اوفر شوت. هلا لاحظوا شو راح يصير، هو الروت لوكس بيتحرك، راح يتحرك احنا على نقاط مختلفه هون مظبوط. فلو فرضنا احنا وقفنا عند النقطه هاي ورسمت هذا من هون، هلا تذكروا انه هذا راح يكون اوميجا ان، هاي الطول هذا راح يكون زيتا اوميجا ان، وهذا الطول من هون راح يكون اوميجا تي، مظبوط. مين اللي بوصلني للنقطه هاي على الروت لوكس؟ انا راح افتش على قيمه كي اللي راح تحركني وتوصل. هلا ممكن حظي يكون كويس وما احتاج ليد كومبنسيتر،
ممكن الروت لوكس يمر في النقطه المطلوبه وتحقق لي اللي مطلوب. هلا انا بدي الاوفر شوت ما يزيد عن 16%، فانا بدي اوقف عند نقطه معينه. اذا تجاوزت هاي النقطه راح يزيد الاوفر شوت، راح ينزل الدامبنج ريشو، وكل ما بينزل الدامبنج ريشو شو بيصير بالاوفر شوت؟ بزيد. هلا شو العلاقه بين بيتا هاي بيتا كوساين؟ اذا بيتا بتساوي او كوساين بيتا بيساوي زيتا اللي في الدامبنج ريشو. اوكي ماشي. اذا احنا اول خطوه بدنا نطلعها، انا عندي اوفر شوت معطيني اياه اليوزر، فبقدر اطلع من هاي، مش بقدر احل هاي المعادله، هاي المعادله هاي حتى احلها بدي احط التالي، بدي احول 0.16 يساوي اكسبوننشال ماينس زيتا باي على 1 ماينس زيتا سكوير. مضبوط. ناخذ لين، خذ لين ال 0.16 قديش بيطلع معك، فبصير عندي لين 0.16 بيساوي ماينس زيتا باي على 1 ماينس زيتا سكوير. شيك قديش اللين 0.16 طلع معكم؟ ماينس 1.8. خليني اشطب الماينس، ايش رايك؟ نشطب الماينس مع الماينس بصير عندي قديش؟ 1.833. وهذا يساوي زيتا، راح نتخلصوا انا من الماينس لانه هذا بيطلع ماينس، الرقم اقل من 1، على سكوير روت اوف 1 ماينس زيتا سكوير. في باي، في باي، تمام؟ اقسم هلا 1.83 على باي. تمام. هلا شو كان نعمل كمان؟ طلع هذا هون ونربع الطرفين، ربع ال 0.583. دكتور طلع القيمة فورا؟ مش مشكلة، خلينا نمشي فيها. ربع على ال 0.534. اوكي. هلا شو ممكن نعمل؟ بتصير عندي هلا زيتا سكوير بتساوي 0.34 ماينس 0.34 زيتا سكوير، بننقر زيتا سكوير هون، بتصير عندي 1.34 زيتا سكوير بتساوي 0.34. اذا زيتا سكوير بتساوي 0.34 على 1.34، اذا زيتا شو بتطلع معك؟ 0.5. اوكي قديش وحدتها زيتا؟ دايمنشن. اوكي طيب، اذا زيتا صارت معي من هون، هلا الكل واضح فاهم ليش مثلا هون كوساين طلع؟ اذا هاي زيتا اوميجا ان وهاي اوميجا ان، قديش كوساين بيتا بتساوي؟ بتساوي زيتا اوميجا ان على اوميجا ان اللي هي زيتا. اذا في عندي كوساين، اوكي مزبوط. اذا هلا ايش الزاويه اللي كوساينها نص؟ ستة. واللي هي ايش بالراديانز؟ اوكي ماشي، كل فاهم هاي المرحلة اللي وصلناها من هون كيف؟ إذا هاي الزاوية مهمة لأنه هاي الزاوية بتمثل الدامبنج، وبس هي معكوسة لأنها كوساين، فكل ما قل الدامبنج شو بصير بالزاوية؟ بترتفع، مش هيك؟ عم بقل، فهون كل ما مشيت لهون عم بقل الدامبنج وبزيد الأوفر شوت، وهي علاقة بينهم هاي. إذا اليوزر طلب مني أوفر شوت 16%، حتى أحقق 16% لازم الدامبنج ريشو تكون عندي 0.5 أو بيتا لازم تكون عندي هون 60 ديجري أو باي على 3 ريديانز. هلا هون مباشرة ايش بقدر أعمل؟ إذا لازم هلا لاحظوا هلا وين أنا بدي أكون؟ فوق النقطة هاي ولا تحت النقطة هاي؟ هذا السؤال مهم، تحت، لأنه إذا طلعت فوقها شو بصير؟ بزيد. إذا أنا بدي هون بدي أكون في المنطقة هذه هون، ما مسموح أكون في المنطقة هذه، بدي أكون في المنطقة هون هذه هون أو في المنطقة هاي، بس أنا ما رسمتش النص الثاني، ما هو سيمتريكال، فلازم أكون أنا في المنطقة هاي، ممنوع أكون في المنطقة هذه من هون. هاي أول شرط. إذا في فاليو لكي راح يحقق لي هاي الفاليو، مش هيك؟ وبقدر أحسبه. كيف بقدر أحسبه؟ نحسبه من الماجنيتيود كونديشن، أه؟ ماجنيتيود كونديشن، إذا أخذت الماجنيتيود كونديشن بقدر أطلع منه برسم خط من النقطة هاي لكل الأوبن لوب بولز من هون، وبقدر أطلع قديش قيمة كي. أوكي؟ بنترك هلا، نترك كي بعدين نرجع لها بعدين كيف ممكن نطلعها. بس انا هون في عندي حل، في حل ممكن انه يصير مظبوط، لكن المشكله هي شو هي؟ في المشكله هاي لحالها مش مشكله، كان ممكن اطلع كيف بترايل اند ايرور، مش هيك؟ بس المشكله الثانيه شو هي هلا عندي صارت؟ هي هاي هاي بقدر اعملها ايفالويشن، بقدر وين اوميجا دي جرافيكلي؟ هي هاي اوميجا دي، اذا هاي رح تعطيني رايز تايم معين مش هيك على هذا الاوفر شوت. خلينا نشوف قديش قيمه اوميجا دي المطلوبه.
اذا راح يصير عندي هلا اوميجا دي بتساوي باي، ايش لازم تكون يونتس تبعت بيتا هون؟ ريديانس. انت اطرحها من ريديانس. اذا عندي باي ناقص باي على 3 شو راح تعطيني؟ 2 باي على 3 على الرايز تايم، مزبوط؟ قديش الرايز تايم؟ 0.2 معطيني اياه هون بالسكر ريكويرمنت. فبيطلع عندي اوميجا دي قديش لازم تكون؟ 10.47. شو وحدتها؟ ريديانس بير سكند. طيب هون هلا السؤال، بدها تكون اوميجا دي اكبر من هاي القيمه ولا اصغر؟ اصغر. احنا بدنا الرايز تايم يكون اقل من قيمه معينه. اذا اوميجا دي شو لازم تكون؟ اكبر. لاحظ تطلع هون معكوسين، مش الرايز تايم بدنا اياها. هلا هو بده 2 ملي سكندز اور ليس ولا 2 ملي سكندز اور مور؟ هو بده اور ليس. اذا بده تي ار تكون اقل من 0.2، حتى تكون تي ار اقل من قيمه معينه اوميجا دي لازم تكون اكبر من قيمه معينه. وين هلا ال 10.47 اوميجا دي بالفعل؟ اوميجا دي هلا اوميجا دي قديش عند النقطه هاي راح تكون؟ هلا هاي انا رسمتها مش متاكد انها 60، خلينا نحاول نرسمها مضبوطه تكون 60 عشان نقدر نعمل في فيجواليزيشن احسن. هلا حتى ارسم 60 شو بقدر استعمل؟ بقدر استعمل انه كوساين ال 60 نص. اذا عندي هاي 1 2 3، اذا هاي رح تكون 1 2 3 4 5 6، هاي 60. انا رسمتها يعني رسمتها اوت اوف بروبورشن الاول، هاي 60. اوكي؟ قديش اوميجا دي عند النقطة هاي؟ 1 2 3 4 5 تقريبا 6. مظبوط. اذا اوميجا دي عند النقطه هاي اللي هون تحققت من هون، هاي اوميجا دي شو بتساوي؟ 6 راديانس بير سكند. هل هذا بحقق لي الشرط اللي انا بدي اياه؟ لا، احنا قلنا بدنا اوميجا تكون 10.47 اور مور. اذا عندي مشكله.